عمرك شفت واحد بيخلف قبل ما يتولد اصلا؟ ايوه الحكايه دي حصلت فعلا. يلا بينا نشوف، بس ما تنساش تصلي على النبي وما تنساش اللايك والشير. يلا بينا. القصه وما فيها ان واحد اخد ابنه وراح يعمل تحليل الدي ان ايه، فالدكتور قال له ان الولد ده مش ابنك. فالراجل بص لمراته كده وقال لها يا بنت الكلب يا ابيض. فراح الدكتور قال له مش بس كده، ده الولد ده يبقى ابن اخوك، يعني انت عمه مش ابوه. يا بنت الكلب يا واطي يا زمانة. ابن اخويا. فالراجل افتكر انه ما عندوش اخوات اصلا. الحكاية وما فيها ان الراجل ده طلع عنده ظاهرة وراثية غريبة اسمها الكيميرا، وهي ان الراجل ده لما كان جنين في بطن امه كان معاه اخوه التوأم، ولكن لما بدأوا يتكونوا اصبحوا شخص واحد ولكن بصفات وراثية مختلفة. فبالتالي ابنه لما اتولد اخذ الصفات الوراثية بتاعت عمه اللي ما اتولدش اصلا. انا مين؟ انا ابص ايدك، انا مين؟ وسبب البحث في ظاهرة الكيميرا دي من الاصل لحالة لام كانت ولا واحد من عيالها ليهم نفس الصفات الوراثية بتاعت امهم. ولما بحثوا في الموضوع لقيوا ان الام دي كانت وهي جنين انصهرت مع اختها التوأم واصبحت شخص واحد ولكن بصفات وراثية مختلفة، فبالتالي عيالها اخذوا الصفات الوراثية بتاعت اختها. لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير. سلام.